السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا عند الـ propagation of error بالنسبة للضرب والقسمة. وبالنسبة للضرب والقسمة دكتور، احنا بنتعامل مع الـ relative uncertainty اللي شرحناها في المحاضرة الماضية، تمام؟ وبالتالي هي نذكر بعض بس بالـ percentage أو الـ percent relative uncertainty، كانت الـ absolute على قيمة الـ measurements مضروبة في 100%، وبالتالي نسبة الايرور العام اللي لازم ينضاف او ينطرح من الافريج، اوكي، هو يحسب على القانون التالي، اوكي، يحسب على القانون التالي. فالان اي 1 على اكس، اكس اللي هي طبعا هاي الاي 1 اللي هي هذا نفس القانون هذا دكتور، طبعا اي 1 على اكس ضرب 100 بتعطينا البيرسنتج، تمام؟ وبالتالي اي 1 اللي هي الابسوليوت انسيرتينتي للاداه اللي انت بتقيس فيها، اكس هي القيمه اللي انت اخذتها، يعني مثلا انت بتشتغل على بيوريت اخذت الان من البيوريت الانسرتينيتي تاعتها بلس ماينس 0.01 مثلا، فبتكون الاي هي 0.01، اخذت منها واحد من، فبتكون الاكس هي واحد، وهكذا زي ما احنا شرحناها المره الماضيه، تمام، في التشابتر الماضي. اذا بدك تحسب انت البيرسنتج ريليتيف انسرتينيتيز، اوكي، للقراءات اللي انت اخذتها، وبعدين تحسب المجموع، وبالتالي بيطلع معك اللي هو عباره عن قيمه التوتال ايرور اللي انت بدك تضيفه، او التوتال ستاندرد ديفيشن اللي انت مره بدك تضيفه ومره بدك تطرحه من الافريج فاليو، تمام. هذا مثال، هذا مثال اللي هو عندي انا العمليه هاي فيها طرح اخذناها في المحاضره الماضيه. الان الناتج اللي بيطلع من هون بتضربه في القيمه اللي هون، فبتعامل هاي مع هاي، بتتعامل معهم على اساس الضرب، اوكي. ونفس الشيء في المقام. الان بدنا ننتبه لشغله كثير مهمه دكتور، انه في حاله الضرب والقسمة بناخذ بيرسنت ريلاتيف انسيرتينيتي من ربع كبيرسنت، وبناخذها من ربعها تحت الجذر، تمام، من ربعها تحت الجذر. في حالة الجمع والطرح بدك تتبع الشرح اللي انا اعطيتك اياه في المحاضرة الماضية، هذا عبارة عن مثال انا شارح فكرته بالتفصيل، تمام. خلينا الان نروح لبعض الاستاتستيكال تيست. خلصنا البروباجيشن، حكينا عن الفيرينس، حكينا عن الستاندرد ديفيشن، حكينا عن الافرج، عن السيجما، عن الميو، حكينا كل الفروقات اللي بين التيرمز اللي ذكرتهم، تمام. هلا في عندي انا الاستاتستيكال تيست اللي هي عباره عن الاحصائيات، او خلينا نقول الفحوصات الاحصائيه، هي بتعطيك انديكيشن انك انت الان تقبل عمليه التحليل او ما تقبلها باختصار، تمام. يعني الان احنا عملنا عمليه تحليل والان طلع معنا نتائج، السؤال الان انا اقبل ولا ما اقبل؟ هذا بيحدده الاستاتستيكال تيست. منها راح ناخذ الكونفيدنس انترفال، منها راح ناخذ نقارن مع ستاندرد فاليو او سيرتيفايد فاليو او نون فاليو، سميها زي ما بدك، اللي احنا بنسميها كيس 1، ماشي الحال. وهون في عندي اللي هو عباره عن الريبليكيت ميجرمنتس اللي هي الاس بولد، واللي هي في كيس رقم 3 اللي هي بناخذ الديفيشن او بناخذ الديفرنس. حنحاول نمر عليهم كلهم، اوكي، ونشوف الان شو اللي بيطلع معنا. اول حاجه بدي الان التيبل هذا يا دكتور بكون معك، وهذا التيبل جدا مهم اللي هو على اول عمود بيعطيني الديجري اوف فريدم، وهنا درجات الحريه، وهي عاده تمثل عدد القراءات او عدد العينات اللي انت حللتها ناقص واحد. هلا هون الكونفيدنس ليفل، طبعا هذا الجدول بيعطيني قيمه تاو، هلا بنيجي بالقانون، اوكي، بنشير له. هلا عند 50% نسبه ثقه هذا الكونفيدنس ليفل، ومعنى 50 ولا 90 ولا 95 ولا 99 ولا 100 وهكذا، هو انه انت نسبة الثقة اللي بتعطيها للتحليل. ولاحظ انه الان انت كل ما اعطيت نسبة ثقة اعلى، كل ما كان انت عندك في مجال تدخل ايرور، او في مجال تراعي الراندوم ايرور اكثر، هذا المقصود فيه. وكل ما اعطيت، كل ما قللت نسبة الثقة، كل ما كان عندك انت ما بتراعي نسبة، يعني ما بتقبل اي خطأ، اوكي؟ شوف الان من هون مثلا نيجي بنقول مثلا بدنا تاو على عدد الديجري اوف فريدم، راح نمر على هذا كله. عدد الديجري اوف فريدم 4 عند نسبة 5، عند نسبة ثقة 95 بتكون قيمة تاو 2.776، تمام؟ هلا راح نمر على الجدول هذا ونشوف بالتفصيل شو اللي بصير. أول شغلة بدنا نحسب حاجة اسمها كونفيدنس انترفال، وكونفيدنس انترفالز اللي هي على القانون هذا ميو اللي هي القيمة الأبسوليوت أو القيمة الثيوريتيكال اللي احنا ما بنعرف نحسبها أصلاً، أوكي؟ اللي هي القيمة هاي اتفقنا انه هذا يمثل الافرج لكل القراءة، لكل المجتمع اللي انت بتقيسه، تمام؟ زي ما حكينا المرة الماضية، مطلوب منك الان تحدد نسبة رصاص في سيل الزرقاء
معنى ذلك إذا بدك قيمة ميو معنى ذلك لازم تحلل كل سيل الزرقاء من أوله لآخره، وهذا مستحيل. إنما إذا أخذت أنت مجموعة عينات من هذا السيل وأوجدت لهم الآن القراءات الأفرج تاع الرصاص، فمعنى ذلك الأفرج لهم نسميه إكس بار. هذا الفرق ما بين ميو إكس بار وحكيناه بالتفصيل. الآن بدنا نحسب ميو. الإكس بار الأفرج بنعرفها، الأس ستاندرد ديفيشن بنعرفها، التاو بنطلعها من الجدول هون دكتور. طبعا قيمتها بتعتمد على عدد العينات المقاسة ونسبة الثقة اللي أنا بعطيها للتحليل، جذر الان، الان هون اللي هي عبارة عن عدد السامبلز، عدد السامبلز او النمبر اوف ميجرمنتس اللي انا بقيسه. وبالتالي الان الديجري اوف فريدم هي دائما ان ماينس 1. اذا الان لنفرض جدلا، خلينا نرجع هون، هذا القانون صار واضح، اذا بدي تاو هون. اوكي، خلينا نرجع للقانون هون. لنفرض جدلا انه الان واحد عنده 10 عينات وبده يحسب لهم نسبة الثقة، او عفوا الانترفل اللي هي الميو. الآن 10 عن نسبة 90%، أوكي؟ 10 عينات يعني degree of freedom 9. الآن بمشي عند التسعة، بمشي أفقي، نسبة الثقة اللي بده إياها السؤال شو هي؟ 50 ولا 90 ولا 95 ولا 98 ولا 99 ولا 99.5 ولا 99.9؟ لا، الدكتور قال لنا عن نسبة 90. إذا قيمة تاو اللي أنا بدي أخذها وأعوضها هي 1.833. لنفرض إنه كان عندك عبارة عن 9 عينات وقال لك احسب الآن ميو عند نسبة ثقة 99. 9 عينات يعني 8، يعني الكونفيدنس الديجري اوف فريدم 8، يعني الديجري اوف فريدم شو ماله 8. بمشي افقي مع 8، قديش بده؟ قال لي عند 95. اذا 8 يعني 95، اذا قيمة تاو بتكون 2.306. تمام. اذا الآن اول شغلة بدنا نعرف نحسب، نشتغل على القانون هذا يا دكتور، وهذا اجباري، هذا الزامي، بدنا نعرف نشتغل عليه. تمام، هاي معطيني ميجرمنتس 1.34 1.15 الى اخره، معطيني 1 2 3 4 5 6 7 قراءات. اول شغله بتحسب الديجري اوف فريدم اللي هي بتكون ان ماينس 1. الشغله الثانيه بدك تحسب لها اكس بار على الاله الحاسبه، بمعنى مش 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 عمليه يدويه، والمقصود على الاله الحاسبه النظام الاحصائي حكينا فيه. اوكي، الآن في عندك ستاندرد ديفيشن بدك تحسبه كمان. ايش بضل علي؟ بضل علي قيمة تاو. السؤال بيقول لي عند نسبة ثقة 95%. خلينا نرجع انا وياك سوا اذا سمحت. الديجري اوف فريدم 6 ونسبة ثقة 95، هيا 6 ونسبة ثقة، اذا تاو بدها تكون 2.447. هيا شايف دكتور، هاي تاو راح تكون 2.447. هذه جدا مهمة في الامتحان انك توجدها يا دكتور. وبالتالي الآن نيجي بنحسب ميو. اكس بار معي ماشي الحال، لاحظ اني انا اللهم صل على رسول الله، اكس بار معي، التاو معي طلعته من الجدول، الاس معي ستاندرد ديفيشن، والان جذر الان معي. اذا بروح بحسب ميو، بروح بحسب ايش؟ بروح بحسب ميو. الميو راح تطلع معي 1.3 بلس ماينس 0.16. الان بدك تنتبه لشغله، التاو في اس على جذر ال 0.16، اوكي 2 اللي هو 0.16. فاذا انت الان القيمه هاي ال 1.6 مره بدك تطرحها من الافرج ومره بدك تزيدها للافرج. طبعا الان لاحظ هنا حاكي لي عن نسبه ثقه الان هون 95%، وهنا حاكي لي عن نسبه ثقه 50%، مشان بس تعرف شو الفرق بين الرقم. هون دكتور حاسب الفتره عند 95%، يعني حاسب قيمه تاو 2.447. هون نفس القراءات ولكن حسبها على مثال جديد على تاو مقداره على 50% ثقة. 50% ثقة بيطلع تاو 0.718. لاحظ هون الفترة، شوف هون الفترة كانت 1.3 بلس ماينس 0.16، اوكي، او 1.3 بلس ماينس 0.2. الان انت هاي الافريج 1.3 والقيمة هاي تاو في اس على جذر ال ان ماشي الحال طلعت عندي 0.16. هنا يبدو عمل تقريب. اوكي، هلا خلينا على 1.6، وبالتالي مرة بدك تطرح من هون ومرة بدك تزيد لهون. نفس الشيء هون كان عنده تاو 0.718، مرة الان الاكس بار في الحالتين نفسه، مرة طرحها ومرة زادها بالطريقة. تمام، هذا فيما يتعلق بالكونفيدنس ليميت او الكونفيدنس انترفال كيف نحسبها. هذه ضروريه جدا تعرفها يا دكتور بالطريقه هاي. تمام، خلينا نروح
هاي الآن خليك على القانون هذا، أوكي، اللي هو إكس بار ماينس ميو على إس. هذا كيف طلعنا قيمة تاو من هذا القانون؟ سيبك من هذا الآن، دخلها هون، طلع قيمة تاو من هذا القانون، عبارة عن عملية ترتيب بس للمعادلة، أوكي؟ هي إحنا بهمنا القانون هذا. إذا لاحظ إنه هون حسب على نسبة ثقة 95 وهون حسب على نسبة ثقة 50%. حتلاحظ الآن إنه لما اشتغلنا على 95% كانت الانترفال من 1.3 بلس ماينس 0.2. شو يعني؟ يعني مره ال 0.2 بدي انقصها من ال 1.33 ومره بدي ازيدها لل 1.3، فبتطلع الفتره بعد ما تعمل عمليه هي، تطلع هون ال 1.3 مره نقص منها 0.2 ومره زيد لها 0.2، بيطلع معك الفتره من 1.1 ل 1.5. في حاله ال 50% نفس الشيء، مره طرحنا ال 0.05 من هذا الرقم، مره زدنا له اياه، طلع معي 1.25 ل 1.3. ايش الفرق يا دكتور بين القيمة هاي والقيمة هاي؟ تطلع يا دكتور، هون الفترة بدلشت من 1.1 ل 1.5. شو معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي إذا أرقامك، إذا نتائجك بتكون ضمن الفترة هاي، يعني الإكس بار، هذا قصدي، إذا الإكس بار لعيناتك بتكون ضمن القيمة هاي، ماشي الحال، معنى ذلك أنه شغلك مقبول. إذا كانت تحت القيمة هاي أو فوق القيمة هاي، يعني تحت ال 1.1 أو مش ضمن الفترة، معنى ذلك شغلك مرفوض. لاحظ هنا قديش أنا عندي الفترة من 1.1 ل 1.5 تقريبا في 0.4 فرق. إنما هون الفترة لما عملت عند 50% لاحظ إنها صارت أضيق شوية من 1.25 ل 1.35، ومعنى ذلك إنه الآن لما أنا قللت نسبة الثقة اللي أعطيتها للتحليل صارت الآن الفترة شو مالها أضيق. يعني شو يعني أضيق؟ يعني إذا ما كانت القراءات اللي أنا بدي إياها ضمن الفترة هاي يرفض التحليل، وبالتالي كل ما ضيقت الفترة كل ما كانت فرصة إنك أنت الآن إنك تقبل إيرور أكثر أو راندوم إيرور أكثر بتكون شو مالها أقل. يعني بمعنى إحنا لما بنعطي ثقة أقل للتحليل كأن قاعدين بنقول إيش؟ كأنه قاعدين بنحكي إنه مش أي إيرور أنا بقبله في عملية التحليل، لأنه أي إيرور بده الآن يخرب علي الستاندرد ديفيشن، بده يخرب علي الفترة، أوكي؟ وبالتالي لاحظ إنه الكونفيدنس انترفال بتقل كل ما إن زادت، وبالتالي أوكي، وبالتالي ال useful for characterizing data that are regularly obtained quality assurance and quality control. إذا واضح من هون دكتور اللي هي نسبة الثقة اللي إحنا بنحكي فيها، أوكي؟ قاعد بتعطيني هنت ل، خلينا نقول كيف، او خلينا نقول مبدئيا كيف نحسب نسبة الثقة، وبتعطيني اني قديش انا ممكن اقبل الراندوم ايرور او ما اقبله ضمن الفترة المعينة اللي انا بحكي فيها. هذا مثال انا جايب لك اياه من سكوك، معطيك مجموعة ارقام هيهم دكتور، بدك تحسب لهم اكس بار، تحسب لهم ستاندرد ديفيشن، وتحسب الكونفيدنس انترفال عند 95%، حتطلع نسبة الكونفيدنس انترفال 0.084 بلس ماينس 0.01، تمام؟ والآن هنا بدنا نحكي شغلة، إنه هنا بقول لك ال السيجما هي بتكون الاس، بتكون جود استيميت مع سيجما، اوكي، وهيدا خلينا نقول على الاغلب بنفترضها هيك، اوكي، بنستخدم المعادلة هاي، يعني استغلنا على هاي المعادلة، وبالتالي صار عندي أنا هذه اللي هي عبارة عن إكس بار بلس ماينس، إما بتاخذ تاو في إس على جذر الإن، أو سيجما زد في إس، زد اللي هي البروبابيليتي في إس في سيجما على جذر الإن. إحنا دائما بنشتغل على القانون هذا، إحنا دائما بنشتغل على القانون هذا يا دكتور. إذا هذه هي فترة الثقة اللي أنا مطلوب مني إيش أحسبها، تمام؟ هذا الآن مثال معطيك ترايلز، أوكي، وبنفس الطريقة أنت الآن بدك تحسب الأفريج والستاندرد ديفيشن، يحدد لك نسبة الثقة وتروح توجد الثقة، شايف كيف؟ هيو دكتور، إكس بار بلس ماينس تاو في إس على جذر الإم، هيو تاو في إس على جذر الإم، وبالتالي بقول لك احسبهن عند 95 98 99. إذا بدك تحسبهم عند 95 98 99 كونفيدنس انترفال، أوكي، حيطلع معاك الآن الفترة بالطريقة التالية، حيطلع معاك الآن الفترة بالطريقة التالية. هذا هو عبارة عن الإكس بار للنتائج. شوف الآن كيف كل ما زادت الآن، شوف نسبة الثقة عند 50 كانت 2 بالألف، لما رفعت ل 95 صارت 5 بالألف، 98 99 صارت 6 بالألف،
الآن إذا الرقم هذا مرة بتنقصه ومرة بتزيده من الإكس بار، هتلاحظ إنه الفترة هون أضيق ما يمكن. أوكي؟ وهذا معناه إنك أنت لما بتقلل نسبة الثقة لا تسمح بالأخطاء، لا تسمح بالراندوم إيرور إنه يصير عندك. أوكي؟ هذا الآن نبدأ فيه اللي هو عبارة عن خلصنا كيف نحسب الكونفيدنس انترفال. إيش مطلوب مني الآن يا دكتور لغاية اللحظة هاي؟ مطلوب منك يا دكتور إنك تعرف تحسب الكونفيدنس انترفال عند نسبة ثقة معينة إذا بعطيك أنا مجموعة أرقام. وهذا الآن كتاب هاريس وسكوج معبّى أسئلة بالطريقة هاي. عندك مجموعة أرقام تحسب لها إكس بار، تحسب لها إس، تحسب لها الآن الديجري أوف فريدم، تروح على الجدول بتطلع تاو، تحسب ميو يا دكتور. ميو بتكون هي عبارة عن إكس بار بلس ماينس تاو في إس على جذر الإن. ولاحظ إنه الآن تاو في إس على جذر الإن مرة بدك تطرحه من ميو ومرة بدك تزيده لميو، هيك بصير عندك فترة. الآن يجي الآن حسبنا الكونفيدنس انترفال. الخطوة اللي بعديها بدنا الآن نبدأ نستخدم اللي هي التي تيست. وأول حالة من التي تيست اللي هي إحنا بنقارن مع ستاندرد فاليو. يعني شو يعني بنقارن مع ستاندرد فاليو؟ يعني كاتب لك هون أوكي إنه الآن we measure quantity several times obtaining an average value and standard deviation and we need to compare our answer with accepted answer. يعني بمعنى انا بقول لك شو اللي بدنا نعمل الان. هذا هون في شخصون جاب عينة فحم، والان هو بفحص نسبة السلفر في الفحم. مشي، هو بفحص نسبة السلفر بالفحم. هيو جاب كول سامبل يعني عينة فحم. اوكي، والان هاي العينة جابها من مكان اسمه National Institute of Standard and Technology. هذا المكان اللي بيبيعك مادة بنسميها Standard Reference Material أو بنسميها Certified Reference Material، وهي مادة موثوقة جدا 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 يا دكتور، وكل شيء معروف عنها لأنها المادة نقية جدا ومحللة بعناية فائقة جدا. طيب ممتاز. هلا الان انا شو عملت؟ انا بدي احلل السلفر بعينات فحم. انا بدي احلل اوكي السلفر سواء بعينه فحم او بغير عينه فحم. شو عملت الان؟ رحت حللت السلفر. انا عندي طريقه جديده للتحليل. طب انا كيف بدي اعرف انه طريقه تحليلي صح ولا غلط؟ شو عمل الدكتور؟ رحت انا استخدم مره ثانيه، انا بدي احلل السلفر في عينه، مش ضروري تكون عينه فحم، عينه تربه، عينه واتيفر. اوكي، الان انا كيف بدي اعرف انه السؤال الان اللي بطرحه، كيف بدي اعرف انه الميثود اللي انا بشتغل عليه صح ولا غلط؟ قول لي كيف بدي اعرف؟ مش بدك تقارن اجابتك؟ ما بدك تقارن اجابتك يا دكتور. الا الان انت اي شيء بيعملوه بدك تجيب حكم. لو بنطبخ طبخه، برنامج مسابقات طبخ، بدك واحد حكم يحكم انه الان مين طبخه احسن، هذا ولا هذا؟ فما بالك الان بعمليه تحليل. اذا الان انا كايه جبت الآن عينات بحللتها، طلعت معي نتائج، طبعاً بحلل سلفر، طلعت معي النتائج هاي 3.29، 3.22، 3.3، 3.23. هاي نتائجي. السؤال الآن أنا طبعاً هاي نتائج السلفر في عينة ما. أوكي؟ هلا هذول العينات حسبت لهم إكس بار وحسبت لهم ستاندرد ديفيشن. السؤال الآن أنا الطريقة اللي أنا حللت فيها صح ولا غلط؟ هلا بنقول له وقف، بنقول له وقف، شو بدك؟ بنقول له الان بنروح احنا بنجيب عينه من الناشونال انستتيوت اوف ستاندرد اند تكنولوجي وبنحللها فيها. طبعا العينه سلفر، يعني اذا هون عيناتك سلفر معناته بنجيب هون عينه فيها سلفر نفس الماده. ما بصير الان هون بتحلل سلفر اروح اجيب ماده من ناشونال انستتيوت اوف ستاندرد اند تكنولوجي بتحلل فسفور، ما بصير. هون سلفر، اذا سلفر. اذا الان الدكتور ايات جاب نتائج وحطها لجنب. قبل ما يقول للناس انه انا حللت وهي نتائج، شو بيعمل الدكتور ايا؟ بروح الان بجيب ماده معياريه بنسميها ستاندرد ريفرنس ماتيريال وبحللها على نفس الطريقه، ها انتبه، على نفس الميثود اللي حلل فيه العينات تاعته. هلا الان الماده هاي تاعت الستاندرد ماتيريال اللي جاي من الناشونال انستتيوت اوف ستاندرد تكنولوجي، هذه نسبه السلفر فيها 3.19، هذه معروفة نسبتها. أوكي؟
شو باجي بعمل انا مشان اشوف انه الميثود اللي انا استخدمته صح ولا غلط؟ بحسب ميو لعيناتي يا دكتور، بحسب ميو لعيناتي اللي هي اكس بار معي، تاو معي عن نسبة ثقة 95%، اس معي، جذر الان معي. هاي عيناتي دكتور، هاي 1 2 3 4. قبل شوي تعلمنا بنحسب لهن اكس بار، بنحسب لهن اس، بنحسب لهن ديجري اوف فريدم، بنحسب لهن ميو. طلع معي انا حسب شغلي، حسب الميثود تاعي، ها الان القراءه 3.26 بلس ماينس 0.065. هلا مره ثانيه القيمه هاي مره اطرحها من هون ومره زيدها لهون، شو بتصير لما بنزيدها؟ لما بنطرحها 3.26 شو بتصير؟ 3.195. ودائما هاريس او سكوك بينزل الرقم الصغير لتحت لانه هذا فيه uncertainty. ولما زاد القيمه هاي للقيمه هاي طلع معه 3.325. ممتاز، اذا انا جبت عينات حللتها، طلعت اكس بار، طلعت اس، طلعت كذا. لغايه اللحظه هاي انا ما بعرف انه شغلي صح ولا غلط. اوكي، كيف بدك تعرف يا دكتور ايات انه شغلك ولا غلط؟ باجي بسال، بقول الان الماده هاي اللي انا حللتها بالميثود تاعت الناشونال انستيتيوت اوف ستاندرد اند تكنولوجي، ماشي الحال، هل هي الان لاحظ قيمتها المعياريه 3.19، الان هل هي ضمن الفتره هاي ولا مش ضمن الفتره هاي؟ طلع هاي 3.19، هاي 3.195، يعني اذا بدي اقربها بتصير 3.2. اذا القيمه المعياريه اجت برا الرينج، بما انها برا الرينج عن نسبه ثقه 95%، اذا الميثود اللي انا اشتغلت عليه يرفض. متى الان الميثود اللي انا بشتغل عليه يقبل يا دكتور؟ في حاله واحده، انه تكون القيمه هاي ضمن الفتره هاي. كيف بيجي السؤال بالامتحان عليها؟ بعطيك ارقام وبعطيك اكسبتد فاليو وبقول لك هل الميثود هاد شغال ولا مش شغال. هيو كاتب لك does your answer agree with a known answer. اوكي، لاحظ هون عن نسبه ثقه 95. لو للعلم لو عملها هاي الثقه، لو غير 95 ل 99 القيمه هاي بتدخل بالفتره والميثود شغال. شفت شو معنى انك تعطي ثقه زياده؟ عشان هيك يا دكتور احنا في التحليليه ما بنقدر نعطي ثقه لاي شيء. يعني الان وبرجع بحكيها وبعيدها، الان انا بحلل حليب اطفال، ولنفرض اني بحلل نسبه الارسنك في حليب الاطفال، حليب الاطفال، والان النسبه المسموحه فيه كيت. انا حللت عيناتي حسب طرق السامبلنج وطرق التحليل المعروفه، اوكي، والبروتوكولات المعروفه، طلع معي رقم معين. الان بدك تنتبه لشغله، لما تيجي تحسب ميو، اذا اعطيته ثقه زياده، يعني بدل 90 اعطيته 99، الفتره بتوسع. هاي شايفه هاي دكتور، اذا بتعطيها بدل 95 99.5 شو بتصير؟ هاي بتوسع. لما هاي توسع بصير الرقم هذا يفوت فيها بسهوله، وبالتالي لما توسع الفتره كانك بتعطي ثقه زياده، كانك بتسمح في راندوم ايرور زياده. في شغلات ما بقدر اسمح في راندوم ايرور. واحد اجى بده يحلل نسبه الارصاص في سيل الزرقاء، عاد شو المشكلة لو زدت الثقة؟ ما هو أصلا كل مصانع ماركة قاعدة بتزيد في وسخها، وبالتالي هذا ما في مشكلة. لكن الآن شغلة حساسة، أنا بحلل شغلة حساسة، معناته كل ما ضيقت نسبة الثقة، كل ما قللت نسبة الثقة، كل ما كان شغلك أفضل. تمام؟ هلا نرجع هون، بعطيك مجموعة أرقام وبعطيك accepted value وبعطيك نسبة الثقة وبقول لك هل الميثود تاعي ماشي الحال مقبول ولا مش مقبول. كل اللي بتعمله الدكتور بتحسب له اكس بار، بتحسب له اس، ماشي الحال. لاحظ انه احنا شو عملنا؟ قارنا جوابنا بالجواب المثالي المعياري، اوكي. الان لاحظ معي، بنحسب له اكس بار، بنحسب له اس، بنحسب له ميو، وبنشوف الان الفتره، وبنشوف هل القيمه هاي ضمن الفتره ولا مش ضمن الفتره. اذا ضمن الفتره معناته الميثود تاعي شغال، اذا ضمن مش ضمن الفتره معناته الميثود تاعي مش شغال. ولهذا السبب شو كاتب لي هون؟ The known answer is just outside. It جاي برا، برا الفترة، okay? Therefore, we conclude that there is less than 5% chance that our method agrees with the known answer. يعني في عندي أقل من 5% فرصة إنه الجواب تاعي يتوافق مع الجواب المثالي، ولهذا السبب يرفض الميثود تاعي. شو كاتب لك هون؟ We conclude that our method gives a different result. ليش؟ لأنه عندي error عالي. From the known results. الميثود تاعي شو ماله؟ أعطاني نتائج مختلفة عن الجواب المثالي. ولهذا السبب، أوكي، في الحالة هاي أنا برفض
الميثود وبروح بدور على واحد ثاني، او بتبع نفس الميثود بس بغير في البروسيجر مشان يطلع عند الراندوم ايرور اقل ما يمكن. اذا الحالة الاولى من التي تيست انه نقارن جوابنا بجواب معياري، بجواب مثالي، اللي هو جواب اللي هي مادة من الناشونال انستيتيوت اوف ستاندرد اند تكنولوجي، ونشوف الان هل جوابنا يتفق مع الجواب المعياري ام لا يتفق. اذا اتفق امور تمام، ما اتفق معناته الميثود تاعي في راندوم ايرور عالي. تمام. هلا في عندي هذا برضه مره ثانيه، هذا اللي هو اللهم صل على رسول الله. تمام، خلصنا هذا. اوكي خلصناها. نون فاليو تيبيكالي سيرتيفايد فور ستاندرد ريفرنس ماتيريال، بده يحسب تي كالكوليتد اللي هي نون فاليو ناقص اكس بار على اس في جذر الان، ومنقارن التي عند التي كالكوليتد مع خليه انا هذا بدي اشطب خليه هذا ماشي الحال، اللي هو هذا انك تقارن عفوا هذا، خلينا هو نفس اللي انا حكيته بس بلغه اخرى دكتور. لا انا بدي اشطبه حتى ما تتخربط، خليك ماشي على اللي انا حكيت لك اياه. يعني عارف شو اللي حكيت لك اياه؟ انك تحسب نسبه الثقه ماشي الحال، وانك تحسب اكس بار وتحسب اس وتعمل انترفال وتشوف الاكسبتد فاليو ضمن ولا مشطب. تمام. هذا الميثود الاول. شوف قديش صارت المحاضره 26. الان الميثود الثاني يا دكتور اللي هو عباره عن الميثود الثاني اللي هو عباره عن الاس بولد. وفي الاس بولد اوكي هذا في ال هذا رجع دقيقه شوف بس هذا نرجع بس اللي حكيناه بس لشغله معينه. هلا هون comparing a measured value اوكي results with a known. هي نفس الدكتور هون معطيني ديزولف اف اي سامبل فيرتيفايد، انا معطيك مثال على الحاله اللي خلصناها، معطيك قيمه السيرتيفايد فاليو وكاتب لك الاكسبيرمنتال فاليو 5.76 بلس ماينس، يعني معطيك الاكس بار ومعطيك الستاندرد ديفيشن. اوكي معطيك الاكس بار ومعطيك الستاندرد ديفيشن. هو نفس الشيء بدك تحسب ثقه. اوكي لا انا هيك هذا وهذا نفس المثال دكتور، ولكن هذا مثال، هذا قانون كيف تحسب تي كالكوليتد وهذا كيف تطبق عليه. على فكره هنا في اللهم صل على رسول الله، هنا الان بدك تطلع تي كالكوليتد وتي تابيوليتد، ولاحظ انه الان هذه هي قيمه السيرتيفايد فاليو طلعها اوكي، وعند تي تابيوليتد طلعت معه 2.26. لا هذا ما بدي اياه، هذا وهذا السلايد هذا والسلايد هذا ما بدي اياهم دكتور. اوكي وبالتالي انا بدي اضل ماشي على الطريقه القديمه، هذا القانون ما بدي اخربطك. اوكي هذا ما بدي، خلينا على الطريقه الاولى زي ما حكينا هون وبس، خلينا زي ما حكينا هون، بتطلع الاكس بار وبتطلع ستاندرد ديفيشن، بتعمل ميو بتشوف القيمه ضمن او مش ضمن، بس ما بدي اكثر من هيك حتى ما اخربطك في المرحله. الان الحاله الثانيه الحالة الثانية، خليني أنا أسيب الباوربوينت بس بعد إذنكم حتى بس ما نتخربط مشان لما أعطيكم إياه ما تتخربط. الحالة الثانية خليها بنعطيها محاضرة لحال. الآن مبدئيا تعلمنا كيف نستخدم الجدول أوكي وكيف نحسب الفترة الثقة وكيف الآن الحالة الأولى نقارن مع المادة المعيارية. تمام، كيف نقارن مع المادة المعيارية. طبعا أنا شطبت التو سلايدز لأنه الفصل الماضي كنا نشرح انا والدكتور احمد كنت اشرح نسكوك وهرس، اخلطهم مع بعض هنا البعض، وهي نفس المعلومه باي ذا وي. الان الفصل هذا انا بحاول اركز على هرس، عشان هيك راح اعطيك فقط السلايدات اللي تلزمك من هرس باذن الله تعالى. بوقف هون وكمان شوي راح اسجل محاضره عن الاسبولد او الحاله الثانيه اللي هي للتي تيست. يعطيكم العافيه.